بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اكفنا ما أهمنا وسائر المسلمين، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. وأصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع الأصفهاني رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. فصل في الشركة أو الشركة، المصريين يقول لك شركة، وهي لغة فصيحة أيضا، والأشهر شركة بفتح الشين مع كسر الراء، لكن يجوز كسر الشين وسكون الراء كلغة المصريين. الشركة وهي لغة فصيحة أيضا. الأصل في الشركات أن وردت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه السائب بن أبي السائب، وكان قرشي، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا، وكان هذا قبل البعثة، يعني كان شريك للنبي قبل البعثة، فقال له مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري، يعني النبي مدحه، قال مرحبا بشريكي لا يداري ولا يماري، فأقره النبي على الشركة. وهذا دخوله على النبي كان يعني بعد فتح مكة، يعني كأنه أقرها. فالشركة معروف أنها، وورد في القرآن في قال فهم شركاء في الثلث، شركاء في الثلث يعني شركاء في المال، وإن كان هذا في باب الإرث، فإنه يقول الإرث بعد ذلك لهم ملكا ويكون شركة بينهم. فجاء في القرآن في قوله فهم شركاء في الثلث، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اللي روى الإمام أبي داود، يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. روى الإمام أبو داود في كتاب البيوع، وروى أيضا وفي الإيجارات وباب الشركة في سنن أبي داود مشهور. الشركة أنواع، عند الشافعية هي نوع واحد، شركة العنان هي دي بس اللي جائزة عند الشافعية، باقي أنواع الشركات عند الشافعية في مذهبهم باطلة، اللي هي شركة الأبدان والمفاوضة والوجوه، دي ثلاث أنواع باطلة، والرابع العنان هي اللي صحيح. يبقى في عندنا شركة العنان هي اللي احنا هنشرحها النهاردة، لأن هو الكتب الشافعية هم اللي معتبرة عندهم، شركة العنان هي اللي هنشرحها. إنما شركة الأبدان والمفاوضة والوجوه مش هتلاقيها في كتب الشافعية، لأنهم يعتقدون أنها باطلة فمش هيشرحوها، لكن على أي حال بيجيبوها للمقارنة بين الصحيح والباطل. إيه شركة الأبدان اللي هي باطلة عند الشافعية؟ أن يكون مجموعة من الناس سواء اثنين أو ثلاثة أو أكثر يمتهنون مهنة معينة، زي مثلا بيشتغلوا نجارين او بيشتغلوا حدادين، فيتفقوا مع بعض، هو فاتح محل حدادة في المقطم، والتاني صديقه فاتح محل حدادة في البساتين، والتالت فاتح محل حدادة مثلا في ايه في حلوان، ومتفقين مع بعض الشغل اللي يجي لنا على ثلاثة، كويس،
يعني كل واحد ببدنه يشتغل ببدنه. اي شغل هيجي لبتاع المقطم يقسمه على ثلاثة، يجي لبتاع البساتين يقسمه على ثلاثة، يجي لبتاع حلوان يقسمه على ثلاثة، فياخد التلت من شغله وشغل غيره، اسمها الابدان. الشافعية يقولوا ان الشركة دي بطلة. ليه بقى؟ لان هيبقى فيها نوع من الغرر. ممكن بتاع المقطم يبقى عليه ضغط شغل اكتر، والتاني اللي قاعد في البساتين ده ما بيجلوش الا شغلانة كل شهر وقاعد كده مريح، يقوم يقاسمهم وهو ما بذلش مجهود وهم بيبذلوا مجهود للنهار. فهمتني؟ وبالتالي هيبقى فيها نوع من ايه، من الغبن واكل اموال الناس بالباطل. فلم يجزها الشافعي شركة الابدان. نديها مثال، مثلا مجموعة اطباء تخصصات مختلفة، يعني يجي واحد جراح، واحد مثلا تخصص نساء وتوليد، واحد تاني تخصص تحاليل، واحد رابع تخصص مثلا جلدية، واحد خامس تخصص بطنة. يقولوا احنا هنفتح لا عيادة متعددة التخصصات، كل واحد هياخد له حجرة، واللي يجي من الداخل هنقسمه علينا بالتساوي. دي تبقى بطلة عند الشركة. الصورة دي بطلة عند الشركة، لان ممكن الجراح يكون اجرته اعلى ومجهوده اكتر، يشتغل الصبح وبعد الظهر، الصبح بالعمليات بعد الظهر في العياده، والتانيين ما بيشتغلوش بالعياده بس، فيقسموه في عملياته. طب ما هيظلموه. فهم؟ او دكتور النساء بيشتغل ليل نهار، يطلبوه في الولاده قبل الفجر وبعد الفجر وبالليل طول النهار ماشي رايح يولد، ليل نهار مش مقلوق راحته. وبتاع الجلديه يجي يقعد ساعتين يشرب شاي وما يقومش من على المكتب، يبص كده ويكتب العلاج، ما بيبذلش اي مجهود، فازاي ياخد جهد ده؟ فهمت ازاي؟ فدي اسمها شركه ابدان، تبقى بطله على مذهب الشافعيه. دي الصوره. لكن لو هم فاتحين العياده بيدفعوا تكاليفها بالتساوي، لكن كل واحد دخله بياخده لنفسه، دي صحيحه مفيهاش مشكله. لكن لما يخلوها كومون بول، يعني تتقسم بالعدد كده، هو ده اللي مشكله، تبقى شركه ابدان. دي شركه باطله عند الشافعيه وصحيحه عند المالكيه اذا اتحدوا في المهنه. المالكيه اجازوها اذا اتحدوا في المهنه. حداد حدادين مع بعض، نجار نجارين مع بعض، جراحين مع بعض، مهندسين معماريين مع بعض، لازم يتحدوا في المهنه عشان تبقى تصح عند المالكيه. وصحيحة مطلقا عند الأحناف. عند الأحناف صحيحة مطلقا، لأنه بيقول لك دي من باب المواساة يا أخي. اشتغلت أكتر فأنت برضو بتواسي غيرك اللي ما اشتغلش. والمواساة أمر مطلوب. وطالما طلع بطيب نفس خلاص. ويصح مال المسلم بطيب نفس. فهمت؟ فالأحناف نظروا ليها من هذه الجهة، إن هي نوع من المواساة، فأجازوها مطلقا، سواء اتحدوا في المهنة أو اختلفوا في المهنة. المالكية قالوا لا، لو اتحدوا في المهنة يبقى الجهد متقارب فيبقى الغرر أقل. لو اتحدوا في المهنة الجهد متقارب. الشافعية قالوا لا، اتحدوا في المهنة اختلفوا في المهنة بطلة على كل الوجوه. ليه؟ لأن هتاكل عرق غيرك، واخد بالك؟ لأنه ممكن واحد يكون شغله أكتر من التاني وهم مهنة واحدة، فده يبذل مجهود أكتر، وبعدين تاخد أنت من جهده بمناسبة إيه؟ فهمت؟ دي أول نوع من الشركات اللي هي شركة الأبدان. في شركة اسمها شركة المفاوضة، ده نوع من الشركات التانية، إنه هو يعني إيه، فوض كل واحد أخوه في إنه يتصرف كيف شاء، بحيث هما الاتنين بيشتغلوا في وقت واحد في نفس المال بالتفويض. فهو في الحالة دي برضه هيبقى فيه نوع من المجازفة، لانه ممكن ده يتعاقد على المال والتاني يتعاقد على نفس المال في وقت واحد، فيحصل نوع من الخلل. فشركة المفاوضة دي برضو عند الشافعية تؤدي الى نوع من الخلل. ليه؟ لان كل واحد هيبقى حر التصرف في وقت واحد دون اذن شريكه، بالاضافة لان المال ما اختلطش كمان، فيها مشكلتين، ان قد لا يخلطوا المال مع بعضهم البعض، وبالتالي يبقى كل واحد بيتصرف في ماله دون اذن الاخر، فاذا كسب يدي للاخر مع انه ما اشتغلش فيه ولوش في المال، ولو خسر
يحمل الثاني مع انه لا اشتغل فيه ولا المال ماله. فما ينفعش شركة المفاوضة بهذه الصورة. يبقوا شركاء في كل ما لديهم. يعني انت ليك مالك شغال فيه وانا ليا مالي شغال فيه ونتفق ان الربح بيننا بالنص. طب بمناسبة ايه؟ هو انا نسبة مالي قد نسبة مالك؟ جهدي زي جهدك، خبرتي زي خبرتك. فهمت؟ فيحصل تفاوت. وبعدين في الاخر يطلع التاني شريكك اقل منك خبرة، فما يجيلكش منه الخسارة. كل شوية قاعد يشركك في خسارته. وانت طول اليوم لانك انت راجل عندك خبرة اكتر منه بتكسب. وقاعد بيقسمك في المكسب وبيحملك خسارته. فيؤدي الى التنازع. فهمتني ازاي؟ ها؟ الابدان الثانية جهد. مهنة. لكن دي مال. المفاوضة بيشتغلوا في مال. كل واحد ياخد قدر جهده، يبقى كل واحد يؤجر نفسه ويشوف جهده قد ايه، لكن ما يتقسموش. يعني انا واحد بعمل في 10 في 6 ساعات، اللي يعمله غيري في 3 ايام، لان انا ربنا ميسر لي صنعتي، فازاي ده يشاركني فيه؟ ما انا كده هتظلم. فهمت؟ فكل واحد ياخد نتاج جهده. شركة الابدان. المفاوضة بيبقى بيشتغلوا في مالهم مش بجهدهم بقى. يعني انا مفاوضك تشتغل في مالك وانت مفاوضني اشتغل في مالي، بحيث اننا نتقاسم مع بعض المكسب والخسارة. هذه الصورة فيها نوع من الغبن الواضح، لدرجة ان الامام الشافعي قال لو لم يكن شركة المفاوضة باطلة فلا اعرف باطل. فهمت ازاي؟ ده الامام الشافعي قال كده. بيرد على الاحناف لان الاحناف اجازوها برضه. الاحناف اجازوا الابدان واجازوا المفاوضة. مالكية ما اعرفش. نيجي بقى شركة الوجوه. دي برضه شركة باطلة عند الشافعي. شركة الوجوه. الوجوه. الوجوه من الوجاهة. من الوجاهة. يعني انا راجل صاحب منصب وجاه في المنطقة، فاقدر ان انا اخلص شغل فتشركني معاك انا بوجاهتي وانت بمالك. ايوه دي بطله بقى. هذه الشركه تبقى بطله. ودي مشهوره لما يبقى واحد ليه معرفه بوزير مش عارف ايه بتاع، زي ايام حسني مبارك ولاده جمال وعلاء كانوا بيخشوا في الشركات من باب شركه الوجوه، مش كده برضه؟ هو يخلص له الحكايه بالاتصالات ويقسموا معاه في الربح. اسمها شركة الوجوه. هذه الشركة باطلة ايضا، المكسب اللي يجي منها حرام. واضح؟ هم بيستغلوا وجاهتهم ان يشتروا بضائعهم في الذمة، ما عندهمش مال. يشتروا البضائع بتاعهم مقابل وجاهتهم هي اللي ضمناهم. مفيش مال اصلا. مكانتهم في الدولة. وجاهتهم امام الناس. استنى بس، من اللي هو ما عندوش مال، التانية حاطط مال، الصيدليه دي مال حط فيها وجهزها وجاب ادويه، بس بيستغل الاسم التجاري. دي غيرها شركه الوجوه. انا وانت مفلسين لكن احنا لينا وجاهه. انا امام مسجد في حي والناس بتحبني، فاما اروح اجيب انا بضايع من السوق مش هيقولوا لي مثلا يقول لك ده راجل من اهل القران، ده حاجه جميله زي ما كانوا بيعملوا الجماعه بدقون وجلاليب بيضاء وتمام التمام، واخد بالك ازاي؟ ويروح بايه؟ بواجهته وانه من اهل الديانه، فالناس تستامنه ويبتدي يشتغل. فهمتني ازاي؟ اهي دي الشركات باطله، لان هو اصلا بيشتغل في لا شيء، بيشتغل على سمعه. فهمتني ازاي؟ ما بينفعش. ده بيجيب حاجات على ذمته ما يدفعش فيها حاجه مقابل وجاهته، سواء هذه الوجاهة وجاهة حكومية بقى عشان يعرف مسؤول كبير في الحكومة، أو وجاهة عرفية عمدة البلد، عضو مجلس الشعب، مش عارف إيه، أي حاجة بقى، إمام مسجد،
راجل كده من اللي لابسين جلاربيب بيضة قصيرة وجايب الغطرة مش عارف ايه والسبحة في ايده وطول النهار قاعد ما بيقولش سبحان الله، ده بيعد اموال الناس اللي هياكلها بالبطل على السبحة. فدي دي اسمها ايه، شركات ضحك على الدقون، ما يحبهاش الشر. فهمتني ازاي؟ اسمها شركة الوجوه باطلة. يتبقى لنا بقى شركة العنان. العنان دي هي دي اللي احنا هنشرحها دلوقتي، هي دي الشركة الصحيحة، واخد بالك؟ بالإجماع بقى هي الشركة الصحيحة بالإجماع عند جميع الفقهاء. العنان جاية من عنان السماء، يعني من كتر ما هي واضحة مرفوعة القدر، وجاية من عنان الدابة، يعني انها منضبطة بالشرع زي الدابة منضبطة باللجام. فهمت؟ يا اما جاي من العنان وهو الارتفاع، او العنان وهو اللجام، فهي ملجمة بلجام الشرع، او انها من شهرتها وصحتها صارت واضحة في عنان السماء. واضح؟ هي دي اللي احنا هنشرحها بقى. يمكن فيها تفاصيل، فيها تفاصيل، لكن اظن ان الاحناف برضو يعني ما يعني انا متاكد ان الاحناف اجازوا الابدان واجازوا ايه الشركه الثانيه اللي هي شركه المفاوضه، لكن لم يجيزوا شركه الوجوه. الشافعيه لم يجيزوا الابدان ولا المفاوضه ولا الوجوه، اجازوا شركه العنان اللي هي بالاجماع صحيحه عند كل المذاهب، ما خافت ان تاكل اموال الناس بالباطل، هو الخروج من الخلاف مستحب. طالما ليك مال بتبذله وحتى التزم بالحكايه دي ما فيش مال، فيش مشكله. فصل في الشركه او الشركه اللي هي شركه العنان زي ما قلنا، هيشترك شخصان او اكثر بالمال، يخلطوه تماما مع بعض بحيث ما تعرفش مالك من مال اخوك، واخد بالك ازاي؟ ويبتدوا يشتغلوا فيهم الاثنين، والربح بقدر المال مش بقدر الجهد. فهمت بقى المسألة؟ انت هتحط 100,000 وانا هحط 100,000، بقى معانا 200,000، نشتغل احنا بعض، احنا مع بعض في السوق، نخلطهم مع بعض. فهمت؟ يبقى بحيث رصيد الشركة 200,000، يبقى ال 200,000 دي ملك الشركة، وتكونوا نقد واحد، نوع واحد، يعني ما يبقاش انت فلوسك دولارات وانا فلوسي مثلا مصر، لازم يبقى فلوسنا من جنس واحد، يا مصر احنا باثنين، يا دولار احنا الاثنين، يا استرلين احنا الاثنين، المهم يبقى نفس النوع علشان ما يحصلش نزاع ويختلطوا تماما، ونقوم نشتغل، والمصاريف بالنص والخساره بالنص والمكسب بالنص. فهمت؟ اهي الشركه اللي جاهزه. فهمتني ازاي؟ لانها واضحه. فهنيجي نشرحها ايه بقى نظامها، وهي لغه الاختلاط. وممكن على فكره شركه العنان دي تبقى فيها ايه؟ احدهما بالمال والتاني بالجهد. احدهما بالمال والتاني بالجهد. بس بشرط ان صاحب المال لا يشترط على صاحب الجهد انه يتاجر في حاجة معينة ولا في مكان معين، وإلا لو قيده يمكن يكون قيده ده سبب الخسارة، فيتحجج له يقول لهم انت اللي قيدتني، انت لو اطلقتني في التصرف ما كنتش خسرت. يبقى لو كان احدهما بالمال والتاني بالجهد يبقى صاحب المال لا يقيده في مكان ولا بجنس معين، وإلا هيديله الحجة ان هو لما يخسر يقول له ما انت اللي قيدتني. واضح؟ لانه كان يقود صاحب المال قليل الخبرة في السوق، وقد يكون صاحب الخبرة في السوق عديم المال، فيقوم صاحب المال يسلم المال لصاحب الخبرة ولا يقيده، يطلقه لخبرته، واخد بالك؟ ويتفق على ان المال بينهما على حسب النسبة، يقول له انت ليك تلت الربح وانا ليا التلتين، ليك نص الربح وانا ليا نصه، على حسب ما يتفق. واضح؟ وهي لغة الاختلاط،
الشركة جاية أصلا لغة جاية من الاختلاط، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الخلطاء يعني الشركاء. يبقى الشركة دي معمول بها حتى في الأمم السابقة، في الشرائع السابقة، شيء قديم معمول به حتى في الشرائع السابقة. وشرعا ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر. ايه هي الشركة؟ عبارة عن من ناحية المعلوم الشرعي، يعني المعنى الشرعي ليها ايه؟ ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر. وللشركة خمس شرائط. نعم. الأول أن تكون الشركة على ناض. على ناض يعني على نقد. ما ينفعش نشترك على حلي، تجيب صيغه مراتك وانا اجيب صيغه مراتي، هنا هنعملها شو؟ هي صيغه الصيغه دي الحلي ده وان كان ذهب الا انه ليس عمله، وبعدين داخل فيه القيمه وداخل فيه ثمن الصنعه، فده شيء صعب تقديره، فما ينفعش. لازم ناض يعني نقد. ناض يعني ايه؟ يعني نقد، يعني مالي، شيء مالي متعامل به. ادي كلمه الناض. ناض، ايوه بالضاد. ناض يعني ايه بالضاد؟ ايه ناض اللي النقد. بدعه، بدعه جائزه. لمناته بالنعناع. جزاكم الله خير. ان تكون الشركه على ناض. ايه حكم ايه؟ ما احنا بنقول دي الشركه الصحيحه. شروط لا انت على على هسيب لك حبه في الاخر مشكله. ولا انت عايز كمان تشركني فيها عشان الشركه؟ وبعدين ده مش نض. اللموناتة دي مش نض. ان تكون الشركه على نض اي نقد. نض يعني نقد، يعني شيء بايه؟ عمله، يعني عمله من الدراهم والدنانير. وإن كان مغشوشين، يعني إيه مغشوشين؟ لأنه ممكن يعمل لك الدرهم نسبة الفضة فيه مش 100% يسموه مغشوش، أو يعمل لك الدينار نسبة الذهب فيه مش 100% يسموه إيه؟ مغشوش. مش مشكلة طالما راجع رواج النقد بيستعمل في السوق، يبقى حتى لو مغشوش مش مشكلة. فهمت بقى؟ مش مغشوش إن أنا أعملها، لأ، يعني معناه داخل فيه ايه؟ شوائب، معادن اخرى. فهمت؟ ده يسموه المغشوش. غير المزور في العصر بتاعنا. المزور ده حرام. لكن المغشوش يعني داخل فيه معدن غير المعدن، غير الفضة. داخل مع الفضة معدن اخر، داخل مع الذهب معدن اخر. وان كان مغشوشين واستمر رواجهما في البلد. وهي دي العملة المستعملة في البلد، رايجة. رايجة يعني ايه؟ يعني مستعملة في البلد. ولا تصح في تبر. التبر اللي هو ايه؟ الذهب في معدنه. ادي التبر لسه ما تخلصتش الذهب من شوائبه، هو بالتالي انا ما اعرفش قدر الذهب قد ايه في التبر ده، فما ينفعش ادخل في شركه وادي لك صخره كده اقول لك دي فيها ذهب. فهمت ازاي؟ فما تنفعش في تبر. وحلي وسبائك. خلاص. وإن كان بعض العلماء قال لك إذا كان النقد من الذهب والحلي من الذهب فيجوز الشركة بذهب وحلي، بس مع عدم مراعاة قيمة الصنعة. فهمت إزاي؟ أجازها بعض العلماء. والوقتي إحنا ما عندناش النقد اللي هو معمول من ذهب، إحنا الوقتي أوراق مالية خلاص ما بقتش ذهب. وتكون الشركة أيضا على المثلي. المثلي اللي هو يعني ليه مثيل. مثل يعني ليه مثيل، زي مثلا ايه؟ الذرة وزي الارز. يعني هتاخد كيلو رز عندي وكيلو رز عندك من جنس واحد من نوع واحد، اهو ده مثلي. خدت منك كيلو رز هرد لك كيلو رز. انما القيمي لا، القيمي اللي هو حاجه ليها قيمه، اللي هي حاجات الهاند ميد. القيمي اللي هو حاجه هاند ميد. فهمت ازاي؟ العربيات مثلي. ليه؟ لانها بتتخش المصنع تطلع يعمل لك موديل واحد، الف عربيه شكل واحد، ده مثلي. انما الهاند ميد مش مثلي.
يعني ليه بقى؟ لان انا لما اعمل لك حاجه صنعت يد، حتى لو انا نفسي ايدي عملت كرسي تاني غير الكرسي ده مش هيطلع زيه بالظبط، هيطلع حاجه تانية. عشان كده الهاند ميد قيمي وقيمته تتفاوت بتفاوت العرض والطلب، وبالتالي طالما قيمي تتفاوت قيمته ما ينفعش اننا نعمل شركه باشياء ليها قيمه، القيميه بتاعتها بتختلف. لكن المثلي معروف بحيث ده يحل ده، ولما يختلطوا مع بعض ما يتميز ايه نصيبي من نصيبك. فهمت ازاي؟ فالقيمي لا يصلح، وتكون الشركه ايضا على المثلي كالحنطه، لا المتقوم كالعروض من الثياب ونحوها، لان برضو الأقمشة تتفاوت في الغلاء والرخص وغير ذلك. والثاني ان يتفق في الجنس والنوع. لا، بيخشوا بالمال ويجيبوا بالمال ملابس يبيعوا، مش بيخشوا بالملابس. فهمت؟ يعني يخش الاول بالمال ويجيبوا بالمال ده ملابس او منسوجات ويبيعوا في المنسوجات، لكن هي اصلها متقاومة بالمال، بدايتها كانت مال. واضح؟ والثاني يبقى اول حاجة ان تكون على نض اللي هو في العصر بتاعنا ده بقى على عملة، واخد بالك؟ على اي عملة، تكون عملة معتبرة، ريال سعودي، دينار كويتي، دولار امريكي، يورو، جنيه استرليني، جنيه مصري، جنيه سوداني، او دي اسمه عملة. واضح؟ والثاني ان يتفق في الجنس والنوع. هنتاجر وهنعمل شركة مع بعض، يبقى هتدخل انت بجنيه مصري ادخل معاك بجنيه مصري، هتدخل معايا بدولار ادخل معاك بدولار، نفس النوع. واخد بالك؟ عشان ما يحصلش بقى مشاكل في السكة، يقول لك اصل الدولار ارتفع والجنيه انخفض ونقعد نتخانق في الطريق، فده هيؤدي الى النزاع. فاي شيء يؤدي الى النزاع يجي الشرع يقول لك بلاش منه من الاول عشان ما يحصلش نزاع. فيبقى لازم يتفقوا في الجنس والنوع. يعني ما ينفعش انا ادخل مثلا ب 100,000 جنيه مصري وانت ب 20 طن قمح ونعمل شركه. فاهم؟ ابيع انا بقى القمح لما احوله لجنيهات مصري وندخل نعمل الشركه. لكن ما اديكش انا 100 طن قمح وتحط انت عليهم 100,000 جنيه مصري ونعمل شركه من قمح و100,000. طب ما كده اولا لما تيجي تخلطهم هيبان نصيب كل واحد. والشركه المفروض لما يحصل الخلط ما يبانش نصيب كل واحد من الثاني. فاهم؟ يبقى ان يتفق في الجنس والنوع. فلا تصح الشركه في الذهب والدراهم، لان الدراهم من فضه والذهب من ذهب، الدينار من ذهب. ولا في صحاح ومكسره. كان زمان يبقى دنانير صحيحه ودنانير مكسره، يعني دنانير لسه نازله جديده مسكوكه، فلما توزنها تلاقي وزنها منضبط، ودنانير تانية متداوله في السوق بقى لها 20 سنه فتكون اتبرت، فلما تيجي توزنها تلاقيها ناقصه شويه او اتكسرت، يسموها مكسره، فيقل وزنها. فما ينفعش انا اجيب لك انا دنانير قديمه مكسره وانت تجيب لي دنانير لسه مسكوكه على الفرازه وتقول لي هنعمل شركه. لو خلطناهم هيبان الدينار المكسر بتاعك والسليم بتاعي، يبقى مش هتنفع تبقى شركه. واضح؟ ولا في حنطه بيضاء وحمراء. حنطه يعني قمح، ما ينفعش انا اجيب لك قمح من نوع وانت تجيب قمح من نوع تاني ونعمل شركه بينا، لا، لازم نفس النوع عشان لما يختلطوا مع بعض ما ينفع يصعب التمييز. يبقى اول شرط انه يبقى على نض، يعني على عمله رايجه. والثاني ان يتفق في الجنس والنوع. ثالث حاجه ان يخلط المالين بحيث لا يتميزان. مش تعمل شركه وتقول له على فكره ال 100,000 جنيه بتاعتي في الشركه انا حطيتهم في حسابي في البنك، وانت تقول له طب وانا نصيبي حاطه في حسابي في البنك، طب وبعدين شركتي دي؟ يبقى ما عملناش. لازم الاثنين كله يجتمع مع بعضه ويتحطوا في حساب واحد باسم الشركه. واضح؟ يبقى ان يخلط المالين بحيث لا يتميزان. الرابع ان ياذن كل واحد منهما اي الشريكين لصاحبه في التصرف. لازم ما هم الاثنين هيشتغلوا، الاثنين صحاب المال والاثنين بيشتغلوا في المال، يبقى كل واحد لازم ياذن للاخر في التصرف. واخد بالك؟
فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر، لأنه إيده إيد أمانة في الشركة، إيده يد أمانة، فطالما يد أمانة يبقى لا يضمن إلا لو أساء، يبقى لو أساء يعني تصرف بضرر هيضمن، يبقى لابد أن يتصرف بلا ضرر، لأنه لو تصرف بضرر هتتحول يده من يد أمانة إلى يد ضمان. واضح؟ فإذا أذن له، لا ده المفاوضة ما خلطوش مالهم، ده انت شغال في مالك وانا شغال في مالي ومتفقين ان مكسبي في مالي هدي لك نصه وانت مكسبك في مالك تديني نص، دي المفاوضة دي بطلة. لكن احنا هنا خلطوا وبنشتغل مع بعض. فإذا أذن له فيه تصرف، فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر، فلا يبيع كل منهما نسيئة، يبقى ما ينفعش نبيع بالأجل، لأن الأجل قد يؤدي إلى الضرر. ليه؟ لأنه ممكن الإنسان اللي ياخد على الأجل يجي يعجز عن سداد الدين، فالشركة تفلس، فيها نوع من المخاطرة، فهم؟ وما يبيعش بغير نقد البلد، لان يمكن يبيع بغير نقد البلد يجي تقوم حرب في البلد اللي انا بعت بالنقد بتاعها، انخفض سعرها فلسنا احنا الاثنين، فلازم بنقد البلد. ولا بغبن فاحش، واما يبيع ما يبيعش بغبن فاحش. يعني ايه؟ يعني ما يبيعش اقل من سعر المثلي بعشرة في المية فما زاد، وإلا يبقى ده غبن فاحش. فلو باع بغبن فاحش يضمن، لكن لو باع بغير غبن فاحش لا يضمن، يد امانه. يعني حاجه ب 100 جنيه قيمتها في السوق 100 جنيه جا باعها هو ب 91 جنيه ما يضمنش، لان ده غبن غير فاحش. لو باعها ب 80 لا يضمن الفرق، لان ده غبن فاحش، حدود الغبن الفاحش اكتر 10% فما زاد، فاهم؟ يعني ابو 100 يبيعه بحد اقصى 90، لو اقل من 90 بحاجة بذرة يضمن، فهمتني يا أستاذ؟ فلو باع ب 80 يبقى خيبان، ما تشاركش واحد خيبان عشان هيخيبك معايا، فهم؟ خلاص لو اتفقوا مع بعض يبقى جائزة بس مع الكراهة. ليه؟ لأن فيها نوع مخاطرة. معظم الشركات اللي بتفشل على فكرة في السوق لو انت بتقعد مع رجال الاعمال تجدها بسبب ايه؟ الشغل على الاجل، وفي الاخر يجي يفشل. انما اللي بيشتغل هات وخد هو ده اللي ماله بيزيد باستمرار، انما اللي بيشتغل على الاجل غالبا ما بيخسر في يوم من الايام، تلاقي في الاخر ابتدى يقفل. ولو بتشتغل برضه منفردا في مالك وهتحول مالك كله للاجل هتلاقي نفسك بقيت قاعد على الحديده، والحديده كمان تبيعها، والناس اللي خدوا ما بيسددوش الاقساط في مواعيدها، وعجزت في الاخر. فهمتني ازاي؟ يعني انا كان جوز عمتي تاجر الله يرحمه، كان يقول كده، عاش طول عمره تاجر وطول عمره كان يكسب ما شاء الله، اشترى عمارات وعمل بتاع، كان مبداه كده في الحياه، يقول لك انا ما ببيعش بالاجل، هات وخد. دي كان مبدأه، عاش كده تاجر 40 سنة بالطريقة دي في السوق، وكان باستمرار في زيادة. وزمايله التانيين اللي كانوا ايه يجازفوا كده وبالأجل كانوا يجي يستلفوا منه. فمرة واحد جاي يستلف منه، كنت أنا صغير كده قاعد معاه، فقام ايه قال له أنا مستعد أديلك بس بشرط تبوس إيدي. فقام قال له ليه تذلنا كده يا حاج بس؟ قال له انا ما بذلكش يا ابني، لان انت لما هتاخد الفلوس دي حاجه ابوس رجلك عشان تردها. شوف الراجل فاهم السوق، واخد بقى. فالراجل ايه مشي وما رضاش ياخد منه حاجه، قال له هو ده اللي عايزه، لا كان يسلف ولا يستلف، ولا كان يبيع بالاجل، كان حياته كده طول عمره ماشي بالطريقه دي. على فكره الناس اللي بتمشي كده طول عمرها تلاقيها ما يخسرش، إن ماله ما زادش ما يقلش. يعني ماله يا يزيد يا يثبت، لكن ما يقلش. فهمت ازاي؟ ويعيش ويموت مش مديون لحد. يعني يعيش ويموت، يموت في أي لحظة فجأة،
ما يكونش عليه ديون لحد. فالطريقه دي حلوه، خدت بالك؟ يعني البيعة قدامك وكويسة ومعك تمنها اشتريها، معكش تمنها ما تلزمنيش مش عايزها، لان هتتحول الى مديون، فاهم؟ دور على غيرها. فلا يبيع كل منهما نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش. الشروط دي بيننا وبين بعض نبقى عارفين. ولا يسافر بالمال المشترك الا باذن، لان السفر ايام الامام البيجوري كان سفر محفوف بالمخاطر، كانوا بيمشوا في قبائل وفي في قوافل، وقوافل في طرق بريه طويله، يطلعوا قطاع طرق ياخدوا مالهم، فما ينفعش يسافر الا باذن الشريك. خدت بالك؟ عشان الشريك يبقى ايه؟ مطمئن لامان الطريق وكده. فان فعل احد الشريكين ما نهي عنه لم يصح في نصيب شريكه. طيب افرض ان احنا اتفقنا ان ما نسافرش والتاني راح مسافر من ورايا، وبعدين حصل خسارة، يبقى الخسارة تبقى من نصيبه، لانه سافر من غير نصيب، من غير ايه؟ اذني. تقع عليهم. ايوه. طيب وفي نصيبه بقى؟ نصيبه هو قول تفريق الصفقة، اللي هي انه يبطل في ماله ايضا، تصرفه حتى في ماله يبطل، او انه يبقى في ماله دون نصيب الاخر، يبقى كل الخسارة تبقى في ماله دون نصيب الاخر. واضح؟ يبقى عندنا في المسألة هنا انه لو فعل ما نهي عنه لم يصح تصرفه اصلا في نصيب شريكه. واضح؟ طيب طب ونصيبه هو هيبقى في قولة تفريق الايه؟ الصفقة. اما انه لا يصح زي الاخر ويبقى يضمن، او انه يصح في نصيبه دون نصيب الاخر، وده المعتمد. فهمت المسألة بقى؟ خلاص هيحجر عليه، يحجر عليه لحد ما تاخد نصيبك منه. لا، مش هتاخد من نصيب ماله هو اللي في الشركة وينقص نصيبه، وبالتالي ينقص ربحه بعد كده. لا، تصرفه ده هل صح ولا لا اصلا؟ قال لك لا يصح في شريكه قولا واحدا، في مال شريكه. طب في ماله هو؟ في علماء قال لك لا يصح برضه. فهمت ازاي؟ وفي علماء تانيين قال لك لا يصح في ماله دون مال شريكه، زي الاول القول الاول. فهمت ازاي؟ يعني باطل، تصرف باطل، يعني يضمن. اما نقول يصح يبقى لا يضمن، تبقى يد ويد امانه، لو خسر ما يضمنش. انما نقول لا يصح يبقى صار ضامنا، يبقى لازم يدفع لك تعويض عن اللي فات. فهمت بقى المساله؟ الخامس ان يكون الربح والخسران على قدر المالين، مش على قدر الجهد. على قدر المالين مش على قدر الجهد. انا دافع 100,000 وانت دافع 200,000، يبقى التلت والتلتين. فهمت؟ انا دافع 200,000 وانت دافع 300,000، يبقى 2 لـ3، كل على قدر ايه؟ مالي. انا دافع قدك يبقى النص بالنص. فهمت بقى؟ يبقى الربح على قدر المال مش على قدر الجهد. سواء تساوى الشريكان في العمل في المال المشترك او تفاوتا فيه، يعني سواء تفاوتا، طالما هما الاثنين بيشتغلوا، بس واحد بيشتغل ما بذلش جهد قوي والتاني بيشتغل بيبذل بجهد قوي، مالناش دعوة. فهمت ازاي؟ فإن شرط التساوي في الربح مع تفاوت المالين أو عكسه لم يصح. طب والشركة عقد لازم ولا عقد جائز؟ لا، عقد جائز. يعني إيه جائز؟ جائز من الطرفين. يعني لكل واحد من الشريكين، ما نقول عقد جائز ان كل واحد من الشريكين له فسخه في اي وقت، ادي معنى عقد جائز. انما عقد لازم ما يقدرش يفسخه الا عن طريق موافقة الاخر او رفع قضية حكم قاضي، ادي معنى العقد اللازم. انما العقد الجائز مش محتاج يرفع قضية عند القاضي. فهمتني ازاي؟ ولا محتاج موافقة الاخر،
ده طلع في مخي الوقت ان انا عايز اقطع شركتي بيني وبينك، اتصل بيك بالتليفون اقول لك بقول لك ايه، عايزين نفض الشركه، تقول لي خلاص ادي معنى عقد جائز. يعني اي واحد في الطرفين له ان يفضه في اي لحظه، فهمتني ازاي؟ دون ابداء اسباب كمان، دون ابداء اي اسباب. والشركه عقد جائز من الطرفين وحينئذ، يعني وحينئذ هي عقد جائز، فلكل واحد منهما من اي الشريكين فسخها متى شاء، وينعزلان عن التصرف بفسخهما. خلاص، هم يتصرفوش في كل المال بقى بفسخهما، كل واحد ما فسخت يتصرف في المال في ماله الواحد. واضح؟ ومتى مات احدهما او جن او اغمي عليه بطلت تلك الشركه. يبقى تبطل الشركه امتى؟ افرض ما فسخوهاش والشركه ماشيه. مات او كان مجنون او لو مات احدهما او جن او اغمي عليه بطلت تلك الشركه، او سكر متعديا، او شرب خمره متعديا. لو تعمد السكر، ايوه يعني متعدي، يعني عارف انها خمر، لكن لو شرب ماء على انه ماء فطلع خمر فسكر يبقى ده غير متعدي. يبقى ومتى مات احدهما او جن او اغمي عليه بطلت تلك الشركه. ممكن يطول بيه الاغماء، ده في ناس بتخش في غيبوبه بيقعدوا بالشهر في العنايه المركزه في غيبوبه، مش كده بتحصل؟ العرف اغماء خفيفه مش مشكله، يعني جاله غيبوبه سكر 10 دقائق كده جابوا له شوكولاته حطها خلاص مش مشكله، انما نقلوا العنايه المركزه وقعد مغمى عليه 3 4 ايام، واخد بالك؟ طب انت ممكن ولاده في الفتره دي يتصرفوا في الشركة ويخربوها، مش ممكن يحصل؟ فانت فسخها على طول واخلص واطلع بحقك قبل ما تلاقي نفسك ملك في وسط ورثة. فصل في احكام الوكالة. الوكالة انك انت توكل غيرك ان يعمل حاجة أنت لك التصرف فيه، واخد بالك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا وكل عمرو بن إيه؟ ابن أمية الضمري رضي الله عنه في قبول نكاح أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. أم حبيبة كانت إيه؟ في الحبشة بنت أبي سفيان، وراحت الحبشة مع زوجها، زوجها في الحبشة ارتد وتنصر وأدمن الخمر ومات على ذلك، فبقت وحيدة هناك وهي بنت سيد قومها سيد قريش. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوجها وهي هناك، كويس؟ فكان وكيلها النجاشي بالنيابة عن إيه؟ أبوها أبو سفيان. هو وكيل النبي عمرو بن أمية الضمري لأنه كان هناك، فهمت ازاي؟ وتم عقد نكاح، والنجاشي دفع لها 400 درهم صدقها بالنيابة عن النبي، وفضلت قاعدة في الحبشة زوجة للنبي لحد ما جت مع أصحاب السفينة بعد فتح خيبر سنة 7 هجري تم الدخول، يعني النبي تزوجها والدخلة بعد 13 سنة، فهمت ازاي؟ فضلت زوجها ليه وهي في الحبشة. ومن هنا اجاز العلماء انك انت تعقد النكاح وتؤخر الدخول اذا ايه وافقت الزوجة، فهمتني بقى ازاي؟ بناء على هذا الفعل اذا هي كانت موافقة يعني. يعني ممكن انت تعقد على واحدة مثلا وانت في اولى ابتدائي، وبعدين ان شاء الله يتم الدخله بعد ما تتخرج من الجامعه بقى وتاخد العالميه. بس طبعا القانون دلوقتي ما بيوجس الزواج الا في سن معين، لكن زمان ما كانش في سن للزواج، واخد بالك؟ ممكن تتزوج في اي سن كعقد، كعقد والدخول لما تبقى صالح للدخول، لكن بعد كده بسبب سوء استعمال مثل هذه الامور جاء الحكام نصوا في الاحكام الوضعيه
على تحديد سن معين للزواج حتى يمنعوا الفساد اللي طرأ من ايه من هذه من سوء استخدام هذا الحق. بس ادي كل الحكاية. المهم هنشوف هنا في احكام الوكالة وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة وكالة ووكالة تنفع بفتح الواو وكسرها في اللغة معناها التفويض. التفويض يعني افوضك ان تتصرف بالنيابة عنه، ادي الوكالة. وفي الشرع تفويض شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليفعله حال حياته. نشرح كلمة كلمة لان مهم. في الشرع تفويض شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليفعله حال حياته. كل كلمة مهمة. تفويض يعني معناها صيغة، يعني لازم اقول لك فوضتك، مش شرط تقبل، يعني يكفي الا ترفض. لو قلت فوضتك ان تفعل كذا وانت ما رفضتش يبقى تمت الصيغة، يعني لا يشترط فيها القبول، يشترط فيها الإيجاب دون القبول. لكن لو رفض يبقى لا تصح، فهم؟ والسكوت علامة الرضا. واضح؟ يبقى تفويض يعني معناه انه هو عقد بصيغة. كلمة تفويض دي معناها صيغة. شخص يعني الموكل شيئا له فعله اللي هو الموكل فيه مما يقبل النيابة الى غيره اللي هو الوكيل، يعني كأنه جاب لك اركان الوكالة في التعريف، الصيغة والموكل والموكل فيه والوكيل، مش كده برضو؟ موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة، اربع حاجات دي اركان عقد الوكالة. وكيل موكل وموكل اللي هو الوكيل، الموكيل اللي هو الموكل، وموكل اللي هو الاصيل. واضح؟ والموكل فيه اللي هو الحاجه اللي هتعملها، وكلتك تبيع بيتي اللي في المؤقت، يبقى الموكل فيه هو البيت بتاع المؤقت انك تبيعه، دي اسمه الموكل فيه. وكلتك تزوجني فلانه لان انا مسافر، تروح تجوزاني بس انا اوعى تجوزاني، انا مش عارف مش هوكل حد، مش عايز اتجوز، بس انا بشرح لك بس مثال. يبقى ايه؟ في الشرع تفويض شخص اللي هو الموكل شيئا له فعله اللي هو الموكل فيه، مش اي شيء بقى ينفع اوكلك فيه، مما يقبل النيابة شرعا. يعني ما ينفعش اوكلك تصلي بالنيابة عني او تصوم رمضان بالنيابة عني، ما ينفعش، لان هذا لا يجوز التفويض او النيابة فيه في الشرع. واضح؟ يبقى مما يقبل النيابة يعني مما ليس بعبادة بدنية محضة كالصوم وكالصلاة. طب لو عبادة مالية محضة كتفريق الزكاة يجوز، اوكلك في تفريق الزكاة، اديك انا اقول لك زكاة مالي، انا راجل بقى عندي مليار جنيه، اديك 25 مليون جنيه اقول لك خد وزعها، تقوم انت توزعها، يجوز فيها الوكالة لان دي عبادة مالية محضة. ومالية بدنية يجوز كالحج عن المعضوب، الحج عن المعضوب، المعضوب اللي هو العاجز، واحد عنده شلل لكنه معاه اموال وما حجش، ممكن يوكل واحد ويطلع له تذكرة ويقول له حج بالنيابة عنه. فهمت ازاي؟ يبقى مما يقبل النيابة خرجنا منه العبادات البدنية المحضة كالصوم وايه والصلاة الى غيره. ما يجوز لان نص الشرع فيه ان اجاز النيابة فيه، ما هي بدنية مالية لانه قاعد هناك مش في بلده بيصرف، بدنية مالية، ما هو الحج بدني مالي، بدني مالي، اختلط بالاثنين. عشان كده الاستطاعة ايه هي؟ الزاد والراحلة اللي هو المال. ما يجراش حاجة، ما هو هيقعد برضه هناك وهو رايح هيحتاج ياكل له سندوتش ويشرب حاجة ساعة، هينفق. هيقعد في منى يبات يومين، هيدفع ثمن إقامة في منى، ويمكن يركب عربية بالأجرة.
فهمت ازاي؟ بالاضافه لان نص الشرع بجواز النيابه في الرمي، فخلاص لانه ايه المهم ان ايه اجاز الشارع النيابه فيه. الى غيره، غير هنا اللي هو الوكيل بقى. فهمت ازاي؟ يبقى في التعريف جاب لك اركان الوكاله كلها. ليفعلوا حال حياتي، دي مهمه ليه؟ لانه يخرج الوصيه، لان الوصيه انا بفوضك تعمل حاجه بس بعد ما اموت. تبقى اسمها وصيه مش وكاله. فهمت؟ علشان كده كلمة ليفعلوا حال حياته خرج بهذا القيد الإيصاء اللي هي الوصية، لأن الوصية يفعله بعد موته. أقول لك إيه، خد بالك من ابني بعد ما أموت، تشرف عليه لحد ما يتخرج بالجامعة، وأنا سايب لك يا سيدي في البنك 50,000 جنيه انفق عليه منها لحد ما يتخرج من الجامعة. اسمها وصية. طول ما أنا عايش أنت مش هتشتغل فيها، أول ما أموت تعملها، اسمها وصية. لكن الوكالة بيبقى في حال حياتي، تتصرف في حال حياتي. عشان كده يقول لك ايه، حال حياته لإخراج الوصية، الإيصاء يعني، لأن الإيصاء يفعله بعد موته. وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره. وكل ما جاز، ساعات انت تقرا كل وما مفصوله، وساعات تقراها كلما موصوله، تتكتب موصوله. امتى تتكتب موصوله وامتى تتكتب مفصوله؟ تتكتب موصوله كلما لو كانت ظرف، لو كانت ظرف تقول لك، اقول لك مثلا كلما جئتني اكرمتك، دي ظرف، يبقى اكتبها هنا موصوله، كلما جئتني اكرمتك. تتكتب موصوله يعني ايه؟ يعني اكتب كاف لام ميم موصوله في اللام والف. انما امتى اكتب كل لوحدها وما لوحدها؟ لما تبقى مش ظرف. فهنا كده كل ما جاز، ما هنا موصوله. فهمتني ازاي؟ وعلشان كده لازم تتكتب مفصوله، لازم تتكتب مفصوله مش موصوله. ها؟ كلما ردوا خذ بإحسانه. كلما ردوا دي اللي رسمت القرآن. ايوه. لأن كلما ترد على تكرار الزمن والمرات، ففيها نوع نوع الظرفية، معنى الظرفية. فالمهم وكل ما جاز، شوف هنا مفصولة اهي، مفصولة. للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره، يعني يجوز إن أنا أوكلك فيه أو أنت توكلني فيه. يعني يجوز إن أنا أبقى أصيل أو أجوز إن أنا أبقى وكيل عن غيره. واضح؟ فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون موكلا ولا وكيلا، لأن الصبي ما بيتصرفش بنفسه. فطالما اللي يتصرف بنفسه ما ينفعش يوكل غيره. ولا ينفع أوكل صبي. وكذلك المجنون. وشرط الموكل فيه اللي هو الموضوع بقى اللي هوكلك فيه، شرطه ايه؟ ان يكون قابلا للنيابه. ينفع اوكلك تاكل وتشرب بالنيابه عني؟ ما ينفعش. طب وبعدين انا جوع بقى؟ فاهم؟ ما ينفعش اوكلك تصلي بالنيابه عني، ولا تصوم بالنيابه عني، ولا تاكل بالنيابه عني، ولا تشرب بالنيابه عني، ولا تدخل الحمام بالنيابه عني، ولا تستحمى بالنيابه عني. فهمت؟ لازم حاجة ينفع تعملها بالنيابة عنه. زي بيع، شراء، تطلق، تجوز، حاجات كده تعملها بالنيابة عنه. فهمت ازاي؟ تجهز ميت، تذبح حقيقة، تذبح أضحية. فهمت ازاي؟ توزع زكاة مال، دي تقدر تعملها بالنيابة عنه. تفرق كفارة. فهمت ازاي؟ أو تعمل لي نذر. كل ده بالنيابة عنه يمشي. عشان كده أن يكون قابلا للنيابة، ومش كده وبس، وأن يكون معلوما ولو بوجه. دي تزودها هنا مختصر، لازم كمان يكون معلوم ولو بوجه. يعني ما ينفعش أعمل لك توكيل عام رسمي. عند الشافعية هذا باطل. التوكيل العام الرسمي ده اللي بيتعمل في الشرع العقاري عند الشافعية هذا باطل. لازم يكون توكيل خاص بحاجة معينة تخصصه.
إنما تعملوا توكيل عام كده ومجهول عند الشافعية لا يجوز، هذا التوكيل باطل. واضح؟ أنا اسمعني بس، احنا بنشرح مذهب الشافعية، الصبر علي اصبر. ما هو ده باطل عند الشافعية، لازم تخصصه في موضوع في قضية معينة، توكله مثلا في شراء العقار الفلاني، في تسجيل الشقة الفلانية، في بيع السيارة العلانية، في الزواج بالمرأة الفلانية، في طلاق الزوجة الفلانية، تحدد له المهمة بتاعته ولو بوجه من الوجوه. ما هو برضه لا، ده خاص بالقضايا اللي امام الحكومه. وان يكون معلوما ولو بوجه. ولو بوجه يعني مثل اقول ايه، وكلتك في بيع اموالي وانت ما تعرفش اموالي دي فين، ده يجوز. او ده معلوم بس بوجه، مش معلوم بالتحديد، ده معلوم بوجه لان وكلتك في تصرف اموالي وهو متمول، هو المعروف بوجه. او في طلاق احدى زوجاتي وبعدين ابقى انا اعرفك بزوجتي مين، تمشي دي لانه معلوم ولو بوجه. واضح؟ لكن اوكلك في كل اموري ده ما ينفعش عند الشافعي. فهمت بقى ازاي؟ فلا يصح التوكيل في عباده بدنيه الا الحج وتفرقه الزكاه مثلا، واحنا ادينا امثله اخرى، وذبح اضحيه وعقيقة وتفرقة كفارة ونذر وتجهيز ميت إلا الصلاة عليه، لأن الصلاة عليه دي صلاة ما ينفعش أن أنا أوكله عنه. فهمت؟ لكن تجهيزه ممكن، يجيب الكفن ويغسله ويعمله بالنيابة عنه، وقت الصلاة يعلمنا روح أصلي، تسديد معنى أو سد ديون ماشي. وأن يملكه الموكل، وأن يملكه الموكل حال التوكيل. لما وكلك في حاجة لازم أكون أنا مالكها حال التوكيل، ما ينفعش أقول لك إيه وكلتك في طلاق زوجتي التي سوف أتزوجها، ما ينفعش، لأن أنا حال التوكيل ده ما كانت زوجة لي، ما كانتش زوجة. فهمتني إزاي؟ أو وكلتك في بيع سيارتي التي سوف أشتريها، ده ما ينفعش التوكيل ده، لأن وقت التوكيل ما كانتش ملكي. فهمت؟ وأن يملكه الموكل يعني حال التوكيل. فلو وكل شخصا في بيع عبد سيملكه، أو في طلاق امرأة سينكحها، بطل. بطل ليه؟ لأنه لما وكله ما كانش لسه. طب والوكالة عقد جائز من الطرفين، جائز برضو، يعني ممكن تلغي الوكيل بتاعك في أي لحظة، وممكن الوكيل بتاعك يعتذر عن الوكالة في أي لحظة. فهمت؟ أدي معنى جائز. ولو كان ببعل، يعني ولو بأجرة زي توكيل المحامي، برضو يبقى عقده جاهز، خلافا لمن قال لو كان بأجرة كانت لازمة لأنها إيجار. واضح؟ في ناس قال لك لو كان بأجرة يبقى دي فيها شميمة الإيجارة، وعقد الإيجارة لازم مش واجب، يبقى نخليها لازمة لو كانت بأجرة قياسا على عقد الإيجارة. ردوا عليهم قالوا لهم لا، لان دي جعاله، لما انا ادي له اجره اسمها جعاله، والجعاله غير لازمه. الجعاله اللي هي ايه؟ لما اقول اللي يعمل لي كذا هدي له كذا. فهمت ازاي؟ فدي غير لازمه، ممكن تروح تعمل وممكن ما تروحش تعمل، وممكن تروح تعمل وما تنجز، لما تاخدش حاجه تبذل مجهود وما تاخدش حاجه. اللي يلاقيه لابني اللي تايه هدي له 1000 جنيه، يخرج يقعد يدور 10 ايام ما يلاقيش الواد ويحدي له انا حاجه، هو ما انجاز مع انه تعب. فهمت؟ وخرج يا دوب في الشارع اللي جنبه لقى الواد مستخبي ورا الحيطه، جابه ياخد القلب مع انه ما بذلش مجهود. واضح؟ لكن لو اجتمع فيها شرط الايجاره بقت لازمه بالاجماع. واخد بالك؟ يعني كانه بيقول له انا اجرتك تخلصني من ايه؟ من القضيه الفلانيه مقابل انك تاخد 10% منها، فصارت لازمه لان جايب لفظ الايجاره. فهمت؟ دي كلها تفاصيل يعني. يبقى الوكاله عقد جائز من الطرفين، وحينئذ لكل منهما اي الموكل والوكيل فسخوها متى شاء، زي الشركه عقد جائز
لكل واحد من الشريكين فسخها متى شاء، نفس القصه. وتنفسخ الوكاله برضو بالموت، زي هناك في الشركه تنفسخ بالموت، هنا تنفسخ بالموت احدهما او جنونه او اغمائه او تروى رق عليه اذا كان حربيا فاسترق مثلا، او تروى حجر عليه بسبب سفه او فلس، او طرق فسق عليه وكان موكلني ان انا ابقى ايه وكيل في عقد نكاح، فهمت، وكلني ان انا ازوج بنته، فلما رحت انا ازوج بنته قالوا لي ده الراجل ده طول النهار قاعد ما بيفوقش من الخمره سكير، ده اصبح غير صالح انه يبقى ولي لبنته اصلا لانه فاسق، فما ينفعش يبقى الوكيل يعمل ما لا يستطيع ان يفعله الاصيل، الاصيل بقى مش عدل، فلا يصح ان يكون وكيل في عقد زواج، فكيف يوكل الفاسد؟ فاذا طرأ عليه شيء يؤدي الى خلل في الاصيل الوكيل ما يمتنع عن فعل هذا، فهمت ازاي؟ اذا كان مما يشترط فيه العدالة، لكن البيع والشراء ما يشترطش فيه العدالة، يعني هو راجل سكير وعربيد وبيشرب حشيش ومخدرات موكلني ان انا اشتري له عربيه يمشي، لان لا يشترط العداله في عقد البيع، لكن موكلني ان انا ازوج له بنته ما ينفعش، لان العداله شرط في عقد النكاح في الوكيل، فهمتوا بقى المساله؟ تشترط في الاصيل ان تفضل الاصيل صالح لادائها عشان الوكيل يعملها، لكن لو طرأ على الوكيل ما يخرجه من العداله لا يستطيع الوكيل انه يعمل على الاصيل، ايوه ده الوكيل ما يقدرش يعملها بالنيابه عن الاصيل، حيث ان الاصيل سقط فيه شرط التصرف، مش يعني عايزينه يبقى هو فيما يصح النيابه فيه شرعا، يعني له التصرف فيه شرعا، هو اصلا الشرع قال له لا انت مالكش تصرف عشان انت فاسق، فازاي يجي الوكيل يتصرف؟ فهمت ازاي؟ والوكيل امين، يبقى العلاقه بين الوكيل والاصيل الامانه فلا يضمن، زي برضو العلاقه في الشركه بين الشركاء الامانه فلا يضمن الا بالتعدي، والوكيل امين، وقوله فيما يقبضه وفيما يصرفه ساقط في اكثر نسخ، ولا يضمن الوكيل الا بالتفريط، لان احنا عندنا اللي يده امانه لا يضمن الا اذا فرط تعدى، يعني فهم فيما وكل فيه، ومن التفريط تسليمه المبيع قبل قبض ثمنه، انا وكلتك تبيع لي السياره بتاعتي كويس، رحت انت اتفقت مع الراجل اللي هيشتري السياره قلت له هات الثمن وقابلني في الحته الفلانيه اديك مفتاح العربيه ونكتب العقد. قام الراجل جاء قابلك وقالك معلش اعتذر لك ده انا ما جبتش الثمن، تروح قايل له طب خد يا سيدي مفتاح العربيه ايه وبتاع وبات لي الثمن بكره. بكره ده ما بيجيش. سلمت له المبيع قبل تسلم ايه؟ ثمن. يبقى انت كده فرطت، يبقى انت تضمن ثمنها عندي. لانك سلمت المبيع قبل قبض الثمن. فهمت بقى المساله؟ ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة، يعني غير مقيدة بثمن ولا بحلول ولا أجل ولا بنقد البلد، يعني ما ينفعش أقول لك وكلتك في بيع سيارتي وما حددلكش حدود السعر بتاعها، لأن ممكن تروح تبيعها لي بخمسين ألف وهي 800 ألف، تيجي تقول لي بعتها الحمد لله ومضينا، بعتها بكام؟ ب50 ألف، يا أقعد أنا أمسك في خناقك وأرزعك علقة وتحصل نقاش بقى، طب تحدد له الأول، قول له وكلتك في بيع سيارتي في حدود 100 ألف، والله جابت 95 ماشي، جابت 105 ماشي. فهمت ازاي؟ يبقى انا لا مش شرط ياخدها، هو هياخد اجره بقى. فهمت ازاي؟ لانه عنده امين. الوكيل مستنصار يا استاذ. لما وكله انا اقول له بيع العربيه بتاعتي في حدود 100 ألف، فراح باعها ب 105، يجي يقول لي انا بعتها ب 105. ليه؟ لان يده يد امانه مش يد تجاره. فهمتني يا استاذ؟ والا يبقى خاين، ويبقى الخمسه اللي هياخدها دي من ورايا رزق حرام، لانه ايده ايد امانه مستامن، والمستامن ما يسمسرش الا باذني،
يجي يقول لي انا الحمد لله شطرت وبعتها ب 105، انا بقى جدعانه منه اقول له طب خد انت الخمسه وخلاص بقت حلال عليه لانه قال لي وانا سبتها. فهمتني؟ طبعا. ليه؟ لان العلاقه بيننا علاقه امانه، فانا مستأمنك. طالما مستأمنك تبقى انت محلي بالظبط. فهمت؟ فانا هسمصر على نفسي، انت بقيت نفسي، الوكيل ده بقيت نفس الاصيل، فينفعش يسمصر على نفسه. واضح الكلام؟ عشان تعرف ان التعاملات في السوق بيدخلها محرمات كتير، لان الناس مش دارسه الحكايه دي، هناخد بالنا منها. بخلاف السمسار، السمسار مش وكيل، السمسار ممكن يسمسر، تقول انا عايز شقه في حدود 80,000، واخد بالك؟ فيروح جايبها لك بايه؟ ب 75,000، وبعدين ايه؟ يروح واخد هو الخمسه ويتفق مع التاني يقول له احنا هنكتب العقد ب 80,000. مش مشكله، لانه سمسار، وانت عارف ان السمسار بياخد عمول، انت داخل عليه اصلا وعارف ان السمسار بياخد عمول. فهمت؟ وان كان الصراحه احلى. ولا يجوز للوكيل وكاله مطلقه، يعني يقول له ايه؟ يقول له بيعها وما حددلوش ثمن ولا معاد، اقول له بيعها في خلال شهر مثلا، احدد له معاد وفي حدود كذا المبلغ. ولا يجوز للوكيل وكاله مطلقه ان يبيع ويشتري الا بثلاثه شرائط، احدها ان يبيع بثمن المثل لا بدونه، ما يبيعش اقل من ثمنه، ولا بغبن فاحش اللي هي في حدود 10% زياده او نقص، ده الغبن الفاحش، وهو ما يحتمل في الغالب. والثاني ان يكون ثمن المثل نقدا، ما يبيعش نسيئه، ثمن المثل نقدا، فلا يبيع الوكيل نسيئه. الاصيل ممكن يبيعه نسيئه، الاصيل، لان ده مالك انت حر، لكن وكيلك ما يروحش يبيع نسيئه الا باذنك، لكن ما يروحش يبيع نسيئه من غير ما يستاذنك. واضح؟ فلا يبيع الوكيل نسيئه، نسيئه يعني لاجل، ادي معنى نسيئه، وان كان قدر ثمن المثل حتى. والثالث ان يكون النقد بنقد البلد، فلو كان في البلد نقدان باع بالاغلب منهما، فان استويا باع بالانفع للموكل، فان استويا تخير. ولا يبيع بالفلوس، الفلوس اللي هي ايه؟ اللي هي كانت فكت الدراهم والدنانير، كانت تبقى كده حاجات معموله من البرونز، وحاجات معموله من اي معادن رديئه، حديد، نحاس، عشان يعملوها فكت، دي اسمها فلوس. فلا يجوز ايه؟ ان هو يبيع بالفلوس. وان رجت رواج النقد، النقود، اذا كان النقد الذهب او الفضه، طب فان حلت الفلوس محل النقدين زي الوقت، يجوز البيع بيها، لانها حلت محلها. فهمت؟ ولا يجوز ان يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه، اي لنفسه، انا وكلتك لبيع سيارتي ب 100,000، يروح الوكيل بيعها لنفسه. فهمت؟ ما ينفعش، ما ينفعش يبيعها لنفسه. طب وانت هتبيع لنفسك، طب ما انا الاصيل، تعالى قول لي انا هشتريها، اشتريها مني مباشره وخلاص، انما تروح تبيعها لنفسك بنفسك، دي خسه، ما ينفعش. ولا يجوز ان يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه، اي لنفسه، ولا من ولده الصغير، يبيعها بالنيابه عن الوكيل اللي هو الاصيل، الوكيل يبيعها بالنيابه عن الموكل اللي هو الاصيل، يبيعها لابنه الصغير، فيبقى هو اللي طرفي العقد، اصبح هو طرفي العقد. ما ينفعش كده، يبقى شخص واحد طرفي العقد، ما ينفعش كده، فيها شميمه خيانه، ما تريحش طريقه، ما تريحش. فلا يجوز. ولا من ولده الصغير، يعني لولد الصغير، ولو صرح الموكل للوكيل في البيع من الصغير كما قال المتولي خلافا للبغض. قال لك طب افرض اذن له الاصيل، كويس، المتولي قال لك ما يجراش، لا لا يصح، واخد بالك؟ لكن البغوي قال لك لا خلاص، ادم اذن له واستاذنه يصح، يبقى اختلفوا في الاذن، واحد قال لي يصح والتاني قال لا يصح. والاصح انه له ان يبيع لابيه وان علا، ممكن الوكيل يبيع السياره بتاعتي لابوه او لجده وان علا،
ولابنه البالغ الرشيد اللي هو بيتصرف بنفسه. وان سفل ان لم يكن سفيها ولا مجنونا. ليه؟ لانه هيبقى في طرف ثاني للعقد، مش هيتولى هو العقد طرفين في واحد، فهمت؟ فان صرح الموكل بالبيع منهما يعني بمعنى لهما صح جزما، ولا يقر الوكيل على موكله. ما ينفعش الوكيل يقر على الموكل بالنيابه عن الموكل في حقوق، ما ينفعش. فهمتني ازاي؟ يعني يجي واحد يقول انا ليا عند فلان الاصيل ده 100,000 جنيه، يجي الوكيل يقول لك اقر لك بهذا، ازاي تطلعني انا مديون من غير اذني؟ مش لازم ترجع لي ولا تقر عليا بديون؟ فهم؟ فلا يستطيع الوكيل ان يقر على موكله. فلو وكل شخصا في خصومه لم يملك الاقرار على الموكل ولا الابراء من دينه ولا انه يبري من الدين، يقول له خلاص انا مسامحك بالنيابه عن الاصيل، فهم؟ ما ينفعش بقى، لا يبري ولا يقر. الاقرار انه هو يقر بحق له، بحق في ذمته لغيره، والدين بحق في ايه؟ له في ذمة غيره. فهمت بقى ازاي؟ فما ينفعش في الحتتين دول يتصرف فيهم دول. ولا الصلح عنه ولا يصطلح عنه، بحيث يسيب له جزء من الدين ويقول له طب سدد، بدل ما تدينا 100,000 انت مجهز 80,000، طب هات 80,000 ومسامحينك في 20. ما ينفعش يعمل كده بناء بدل من الاصيل، لازم باذن الاصيل. فهمت؟ وقول الا باذنه ساقط في بعض النسخ، والاصح ان التوكيل في الاقرار لا يصح، والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على فصل في احكام الاقرار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.